برج الميزان بعضكم ممكن يكون في عنده طاقة سلبية، ممكن تكون في عندك طاقة سلبية أو في عندك إدمان على شيء أو تعلق أو طاقة غضب مثلا أو قلق، بس هنا مش في طاقتك، شايفاك متوازن، شايفاك كمان عاوز تاخد قرارات مهمة في حياتك، شايفاك بتفكر كتير وفي نفس الوقت بتحاول إنك تعمل توازن في الطاقة الحالية. طاقة برج الميزان، شايفة الطاقة بتاعتك هوائية، يعني أنا الكوين اوف ستارز بعتبرها برج دلو، ممكن كمان تمشي برج الميزان لأنها شخصية بتحاول توفق بين القلب والعقل، بتحاول إن هي بعض الوقت إن هي تستمتع بوقتها برغم وجود العقل والحكمة موجودين في حياتها. برج الميزان، ايه طاقتك في الوقت الحالي؟ برج الميزان، انت بتحاول تتوازن، تخرج من صراع كتير قوي في تفكيرك، بتحاول انك تكون شخص اعقل، عندك حكمة اكتر، بتفكر بشكل ناضج، بتحاول تنعزل او بتحاول تخرج مثلا عن اشخاص بيعملوا خلافات او بيعملوا مشاكل في حياتك او ده يكون تفكير، ده دي ممكن تكون طاقة تفكير وانت بتحاول تخرج منها بانك انت تفكر بشكل عقلاني ونوعا ما تستمتع بوقتك. طاقة شريكك يا برج الميزان، شايفة طاقة فيها شغف، فيها بداية جديدة، طاقة فيها حماس. طاقة شريك برج الميزان، برج الميزان، ممكن برج الميزان يكون بيتعامل مع شريك من طاقة نارية، طاقته حماسية جدا في الفترة دي، شايفة فيه مراقبة. الطاقة النارية ممكن يكون حد من برج الأسد، لأن ده برج الأسد بشكل صريح، ممكن يكون قوس، ممكن يكون حمل. شايفة حب في السر، ممكن مشاعر فيها غموض، شخص مختفي ممكن في الوقت الحالي، لكن من جواه حاجة تانية غير اللي بيظهرها خالص، يعني في مشاعر قوية من الشخص ده تجاهك يا برج الميزان، وفي مراقبة برغم ان في اختلاف بينك وبينه، اختلاف شكل، اختلاف جنسية، اختلاف الشخص ده كمان من الاشخاص اللي بيهمه شكله، يعني ممكن الشخص ده يكون ليه مثلا وضع اجتماعي ما، زائد ان هو ليه بعض المراقبين ليه بشكل سلبي، يعني حد بيأثر عليه سلبيا، زائد ان هو ليه وضع اجتماعي معين الشخص ده هو مهم بالنسبة له وبيخاف عليه. طيب ايه طاقة العلاقة بينك وبينه؟ الفل، طاقة العلاقة بينك وبينه مهزوزة، طاقة مثبتة، طاقة رايحة جاية، طاقة ما فيهاش استقرار، ما فيهاش امان في الوقت الحالي. طاقة العلاقة بينك وبينه، زي ما انا قلت في وضع معلق بقاله فترة، طاقة العلاقة بينك وبينه ممكن يكون فيها استهتار، فيها إهمال، فيها لا مبالاة، فيها عدم مسؤولية، يعني حد العلاقة مش متماسكة، مش في ماسكة نفسها، والوضع ده ممكن يكون معلق بقاله فترة، وممكن تكون العلاقة مثلا بيحصل فيها انفصال أكتر من مرة بسبب الطاقة دي أو التصرفات دي بتاعة الشخص أو الظروف اللي بتحيط بالعلاقة. إيه مشاعر تجاهك؟ نواياه، خطواته، الأوتكم للعلاقة، مشاعره تجاهك في مشاعر حب، لكن انا شايفه فيها عدم نضج، يعني الشخص ده ظاهر هنا ان هو كينج وهنا في مشاعره بيج، فالشخص ده ممكن يكون يا اما لسه دي مشاعر اعجاب مثلا، لان الشخص ده بيعجب قوي يعني، ولو هو راجل فهو بيعجب بالستات جدا وبيحب الستات اللي شكلها حلو وجسمها حلو ومهتمية بنفسها، فبيجذبه جدا الطاقة دي، وعنده كمان مشاعر حب، هنا في مشاعر حب لكن ممكن تكون لسه في بدايتها شوية، أو هو مش بيعبر عنها بالشكل المطلوب، يعني إيه مشاعره تجاهك أو تجاه العلاقة؟ إيه مشاعر الشخص ده بيحس ناحيتك بإيه؟
طيب حلو، الشخص ده بيكون مبسوط جدا وهو بيقضي وقت معاك، شايفة في مشاعره، شايفة في طاقة مراهبة، بيكون مبسوط لما بيشوفك. بعضكم ممكن تكونوا في كنتوا في زواج أو في زواج، في بينكم طفل أو أنت عندك طفل أو في حاجة مشرقة في حياة، أو الشخص ده بيحس ببهجة وهو بيشوفها عندك، أو هو بيراقبك، أو هو بيشوفك مثلا حد مبسوط في الوقت الحالي أو مستمتع بوقتك. ايه مشاعره تجاهك او تجاه العلاقة؟ مشاعره تجاهك، في حب كتير قوي، والشخص ده بيشوفك ان هو انك انت سول ميت. الشخص ده لو بيراقبك فهو معجب بيك قوي بكل تفصيلة فيك، على فكرة يا برج الميزان، وشايف انك انت ان العلاقة دي ممكن تكون علاقة قدرية، وانها تستحق الانتظار، او انت تستحق ان هو يكون بيراقبك، او ان هو بيكون مستني في الوقت الحالي. شايفك انك انت توأم روح، شايف ان العلاقة دي فيها حب كبير يستحق ان هو يبذل جهد عشانه. الشخص ده بيكون مبسوط جدا وطاقته في اعلى حالاتها لما بيشوفك. ممكن ده يكون حد جديد بالنسبة لك يا برج الميزان، حد جديد، تمام؟ ممكن، أو الشخص ده عاوز يرجع لك بطاقة مختلفة أو بطاقة جديدة، تمام؟ إيه نوعية اتجاهك أو اتجاه العلاقة؟ ممكن الشخص ده لو حد جديد في حياتك، فالشخص ده ممكن يبدأ معاك العلاقة بشكل صداقة. نوعية مثلا ممكن يدخل حد من الأصدقاء يكون وسيط بينك وبينه. نوايا مثلا إن هو قضوا وقت كويس مع بعض. نشوف أكتر. ايه نوايا اتجاهك او اتجاه العلاقة؟ الشخص ده مبسوط معاك، مبسوط معاك، هيحاول يتواصل معاك، هو شايف ان العلاقة دي قدرية بالفعل، كل مرة بيأكد نفس المعنى انها قدرية، وان هي تستحق الانتظار، او ان هو يصبر عليها شوية، او في ظروف ما بتمر بيها العلاقة في الوقت الحالي، او بعضكم مثلا ممكن يكون معلق في شيء، او انت او هو في ظروف بتمر بيها العلاقة في الوقت الحالي، فالشخص ده عايز يستناها، لكن هو ممكن بيعمل معاك مثلا تواصل، صداقة، كلام، تخرجوا مع بعض، بتقضوا وقت لطيف مع بعض، أو يدخل أحد الأصدقاء يعني في نوايا كده، إن هو يعمل اتصال بينك وبينه. ايه خطواته القادمة تجاهك او تجاه العلاقة؟ هيكلمك او هيعترف لك باللي هو بيحس بيه، ده البيج اوف سولز. مش عارفة هو ليه بيظهر بيج، يعني هو شخص ممكن يكون هو مثلا ناضج وقلبه مثلا او احاسيسه شبابية قوي يعني، او يكون هو صغير مثلا ومسؤول قوي، يعني عنده مسؤوليات اكبر من سنه كده يعني، فخلوا بالكم من النقطة دي لأن أنا حاساها برضه. أو هو شخص كبير لكن روحه شبابية. إيه خطواته تجاهك أو تجاه العلاقة؟ خطواته تجاهك أو تجاه العلاقة، الشخص ده هيراقبك ويكلمك، ممكن يكون شايف إنك أنت عندك فرص كتير، ممكن كمان يكون شايف إنك أنت عندك اهتمامات كتير وفي عندك مسؤوليات، تمام؟ لكن الشخص ده عنده رغبة في الكلام، عايز يتكلم معاك. ايه الاوتكم بتاع العلاقة؟ برضو شايفة فيه مراقبة، ده هو ده، في مراقبة وفي خوف، خوف مثلا تكون بتحب حد تاني، تكون في علاقة، خوف مثلا ترفض عودته مثلا بعد امور حصلت ما بينكم، في قلق وفي خوف، او خوف من ناس تانية تكون حواليك. ايه الاول كان العلاقة او اللي هيحصل في العلاقة؟ في توازن هيحصل في العلاقة دي، في رد لحقوق. الشخص ده يا اما هيوازن بينك وبين حد تاني، يعدل بينك وبين حد تاني، في طاقة توازن كبيرة قوي هنا. ممكن في حاجة فيها شغل مثلا تعملوها مع بعض، في اتفاق،
هتعقدوه مع بعض، تتفقوا على اتفاق، الاتفاق ده هيكون مرضي ليكوا انتوا الاتنين. ممكن كمان يكون في زواج، ممكن يكون في زواج مثلا، بس ايه، انا مش شايفة هنا زواج مثلا بتاع اتنين صغيرين، لا زواج مثلا بتاع اشخاص ناضجة يعني. هيكون في، هقول لكم الموضوع هنا عامل ازاي، موضوع كده باتفاق. انا شايفة هنا في ام وفي عندها اطفال وفي احساس بمسؤولية وفي اتفاق هيتم، هيكون بشكل عملي بشكل واقعي بشكل فيه حكمة وعقل اكتر، ما فيه مشاعر وحب وغرام وهيام والحاجات دي. هيكون مثلا في شغل ما بينكو، او لو انتوا كنتوا في زواج ومنفصلين يا برج الميزان، فالشخص ده يرجع لك، هيعوضك، هيديلك حقوقك، ممكن يدخل حد في ان هو يسعى في العودة بينك وبينه، وهيعمل شيء يرضيك في العلاقة دي. تمام. من قادم لبرج الميزان، الكينج اوف بنتكل، انت عندك استقرار كبير قوي قادم يا برج الميزان، استقرار وممكن برضه زواج. بعضكم ممكن يتزوج، مش هقول ان مفيش حب، لا ده في حب وحب جديد او بشكل جديد، وفي اشراقه وفي توضيح لامور وفي سول ميت وكل حاجه، لكن في برضه ثبات واستقرار للعلاقه دي. هتخرجوا من الطاقه دي تماما، اللي هي هتخرجوا للطاقه اللي هي فيها عقل قوي وحكمه وخبره ونضج مشاعر، عارفين الطاقه دي، دي اكتر حاجه انا شايفاها، وفي استقرار مادي او عملي كمان، لان الكينج اوف بنتكل بيقول برضو كده. برج الميزان، ما القادم لبرج الميزان، في زواج اكيد قادم من شخص انت بتحبه، او شخص يكون مناسب ليك، او شخص انتوا بتحبوا بعض مثلا بقالكوا فتره لكن مفيش زواج، في امور هتتقلب لصالحكوا راسا على عقب في الفتره اللي جايه. ما القادم لبرج الميزان، في تغييرات هتحصل، في امور برغم اعتراض البعض، في علاقه في البعض ممكن يكون بيعترض عليها، لكن انتوا هتتجاوزوا ده. شايفة معاكم برج الحوت، برج الأسد، برج الحمل، برج العقرب، برج العذراء، برج الدلو، ممكن برج الميزان، جوزاء، ثور، ميزان، كل الطاقات موجودة بصراحة. برج الأسد، القوس، الديب، الويل اوف فورشن، فيها كل الطاقات أو كل الأبراج. دي الأبراج الموجودة، ممكن حوت، ممكن سرطان. برج الميزان، ايه إجابة الملائكة لبرج الميزان؟ برج الميزان، بيقول لك ما تقلقش، واعمل شفاء، اعمل توازن، اعمل دعاء، اعمل تأمل كتير، خلي دايما طاقتك واصلة للإيجابية، واستمع إلى حدسك الفترة دي، ما تكذبش إحساسك يا برج الميزان، ما تستهنش بالأحاسيس اللي بتحسها. بيقول لك ما تقلقش، في الشهور القليلة القادمة في أمور هتتحسن، في أمور هتتغير، أنت اعمل شفاء لنفسك، توازن لنفسك، اعمل طاقات تأمل، ممكن تطلب مساعدة من الأشخاص، مش شرط في الموضوع اللي أنت عايزه، لكن في حاجة تخص الشفاء أنت محتاج تطلب فيها المساعدة، بس أكيد من أشخاص يكونوا يقدروا يساعدوك في الحاجة اللي أنت عايز تعملها. أنا شايفة حاجة هنا تخص الشقرات أو طريقة الغذاء أو كده، لأن في حاجات كتير بتكون حاصلة في حياتنا بتأثر على طريقة تفكيرنا وعلى الأمور اللي بتحصل في حياتنا، فأنت هنا محتاج إنك أنت تعمل شفاء، الشفاء ده هيعمل لك توازن وهتكون في مرن أكتر. المهم في أي طاقة قلق حاول إنك أنت تخرج منها في الطاقة الحالية بأي شكل بقى، بخرج مع أصحاب، بتجديد وضع، زي ما قلت، شفاء، تأمل، أوقات استرخاء طويلة، أوقات دعاء طويلة، كل ده بيحسن من الطاقة وبيخليك تقدر تفكر بشكل أحسن.